أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام وإليك يعود السلام. السلام عليكم أحبتي أعزتي، سلام الله عليكم أينما كنتم، ودمتم بخير وعافية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، صائم النهار وقائم الليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يكون الصوم صوما حقيقيا مقبولا بقبول الصحة وقبول التقوى وقبول الكمال. أحبتي عزتي، في رحاب عظمة شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان وأراد للإنسان أن يكون خليفته في الأرض، ويتنزه عما يشينه وعما يعيبه وينقصه، بل أراد منه أن يتكامل حتى يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من الكمال المطلق، ومطلق الكمال وهو الله سبحانه وتعالى. فخلق الإنسان للكمال، والكمال إنما يكون بالعبادة، والعبادة والعبودية إنما تكون بالمعرفة. فحينئذ أفضلكم معرفة في الدنيا وفي القيامة. ومن ثم على كل واحد منا أن يكون سالكا إلى ربه، عارفا بربه، عالما بما أراد الله سبحانه وتعالى منه، وأنه لماذا هذه العبادات من صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها من ذكر الله سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لذكري، وإنه يسجد ويقترب بهذه الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى كما في آية السجدة، وإن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فلا بد من إقامتها فضلا عن اتيانها والدوام عليها. وكذلك الصيام، الفرع الثاني من فروع الدين، الصيام والصوم. فلا بد حينئذ أن يعرج بصومه إلى ربه سبحانه وتعالى، فيستخلفه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يتخلق بأخلاق الله. الله منزه عن كل نقص وعيب، سبحان الله. كذلك العبد الصالح المطيع لله سبحانه وتعالى يتنزه. ومن فلسفة شهر رمضان التنزه، وأن يكون الإنسان في ملكوتيته فضلا عن ملكه، أن يكون كالملائكة، بل تسجد له الملائكة وتخدمه الملائكة وتصافحه الملائكة كما ورد في الأحاديث الشريفة. في ليلة القدر تمر الملائكة وتمسح على أكتاف المؤمنين، سلام هي حتى مطلع الفجر.
من أسماء الله الحسنى السلام، وهذا السلام يتجلى في شهر رمضان وفي قمة الضيافة الإلهية ألا وهي ليالي القدر، وقمة القمم هي ليلة القدر الكبرى أي 23 من شهر رمضان المبارك. فحينئذ لابد أن نسعى لنزداد معرفة وتقوى وورعا وإخلاصا، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فشهر رمضان هو شهر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، السفر إلى الله سبحانه وتعالى. ونتزود بالتقوى، فإن التقوى خير زاد. فنتزود بالتقوى، وما يزيد التقوى الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم معرفة، أكثركم إخلاصا، أكثركم ثناء في إرادة الله سبحانه وتعالى وفي رضاه وفي حبه. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا وأقاموا الصلاة والصيام أشد حبا لله سبحانه وتعالى. ونحن وإياكم في ضيافة الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي أذكر لكم موضوعا وإن ذكرته من قبل من السنين السابقة في بعض المحاضرات الرمضانية، ولكن لا بأس من الإعادة لمن لم يسمع تلك المعلومات. الله سبحانه وتعالى هو الجمال المطلق ومطلق الجمال، هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، في ذاته في صفاته في أفعاله جل جلاله عز وجل. سبحان الله عما يصفون. وإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، هذا خلق الله، خلق كل شيء قدره تقديرا. هذا هو الأصل الأول في القرآن الكريم من مسائل التوحيد بعد الإيمان بالمبدأ وهو الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الفاطر، خلق وفطر، يعني وجه ما خلق إليه سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، الذي فطر الإنسان ووجهه بفطرته إلى توحيده وإلى عشقه وحبه. تلك الفطرة الإنسانية فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنما هي فطرة موحدة. لو لم تغبر بالذنوب والرذائل الأخلاقية والعقائد الفاسدة فإنها تتوجه إلى بارئها وخالقها وتعشق الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، هذا أصلا من الأصول القرآنية في المسائل التوحيدية. ثم الأصل الثاني بعدما خلق الله سبحانه وتعالى أحسن خلقه، فإنه خلق الطاووس بأجمل ما في عيوننا، فأحسن خلق الطاووس، كما أنه خلق العقرب بأحسن ما خلق العقرب. لا فرق في خلق الله بين الطاووس وبين العقرب. في عيوننا الطاووس جميل والعقرب ربما يكون قبيحا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه فأحسن خلقه، يعني أعطاه ما يحتاجه في تكامله، في تكامله التكويني، كما أعطى الإنسان في تكامله التكويني والتشريعي، جعل له الشريعة المقدسة، شرائع السماوات لهدايته التشريعية بعد هدايته التكوينية الأولى وهدايته التكوينية الثانية، إراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أحسن خلقه، فإنه أعطى المأكل والمشرب وتوليد المثل الطاووس، كذلك بلا زيادة ونقيصة أعطى ذلك للعقرب ولكل مخلوقاته. كل
إنما كان من خلق الله في أحسن الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، كريم في ذاته وصفاته. فلو لم يحسن أحسن الخلق فيكون إما لبخله والله هو أكرم الأكرمين، إما لعجزه وهو القادر على كل شيء، وإما لجهله وهو العالم بكل شيء. فلا بد حينئذ بالبرهان والقياس الاستثنائي أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أحسن الخلق، ثم بعد ذلك هدى خلقه هداية تكوينية، هدى الخلق بالنظام الذي يحتاجه الخلق كل بحسبه من باب تناسب الموضوع مع الحكم. فالله سبحانه وتعالى أحسن خلقه ثم هدى، والآيات القرآنية تدل على هذه الأصول الثلاثة. حينئذ خلق الإنسان في أحسن التقويم، كرم بني آدم على جميع خلقه، يعني أنت وأنت أنتم وكلنا، كل ما يصدق عليه الإنسان فإنه في فطرته موحدا، وقد ألهمه الله سبحانه وتعالى الفجور والتقوى، وهذا رأس المال الأول، العلم والمعرفة في الإنسان. من خطبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان المبارك، قال فيها: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. واحد يعرف الصدق حسن، العدل جميل، كل يعرف الكذب قبيح والظلم قبيح. فألهمها فجورها وتقواها، وأيد ذلك بالعلم الخارجي، بالوحي الإلهي، بالكتب السماء وصحف السماء، بالقرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. وحينئذ كل الخلق يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كل الخلق يكون في ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى مضيف الخلق، وكل الخلق على مائدة رحمانية الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الضيافة الأولى التي أسميها الضيافة بالمعنى الأعم، إذ أنه كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الذرة ودون الذرة، الإلكترون والبترون لا يومنا هذا، وربما يكون أكثر أصغر من ذلك بحيث لا تراه العيون العادية إلا بالمجهر والتلسكوب وما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرات كما خلق المجرات التي هي بالملايين، ومنها مجرتنا، مجرة التبانة التي فيها 200 مليارد كوكب ونجم على ما يقال. فحينئذ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم هداه بهداية تشريعية، كرمه بالتكاليف، وهذا التكليف نحن نقول تكاليف شرعية، من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، هذه التكاليف الخمسة عند أولياء الله، عند العارفين، عند المقربين، عند الأبرار، عند الأخيار، إنما هو شرف، شرفنا الله سبحانه وتعالى. لذا تجد سيد ابن طاووس في القرن السابع عندما يبلغ، يصل إلى مرحلة البلوغ، يأخذ احتفالا، يحتفل ببلوغه، فيسأل: لما هذا الاحتفال وهذا العيد تتعيد وتحتفل تفرح؟ قال: لأني دخلت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب الإلهي الآن يشملني، فأنا أتشرف بهذا الخطاب الإلهي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام شرف،
ليس التكليف، يعني بكل شوق وعشق أشكر ربي، أشكر الله سبحانه وتعالى، أشكره على أنه شرفني بالصيام، شرفني بالقيام، أكون قائما له. فحينئذ الضيافة بالمعنى العام، بمعنى أن الخلق كله في ضيافة الله سبحانه وتعالى على مائدة الرحمن. الرحمن استوى على العرش في تدبيره، فكان الخلق كله، إنما هو كان الخلق كله إنما هو في ضيافة الله سبحانه وتعالى. ثم هناك ضيافة بالمعنى العام أصغر دائرة من الضيافة بالمعنى العام، كما هو واضح من كلمة العام والعام. وهذه الضيافة العامة هي ضيافة المسلمين والمسلمات في شهر رمضان، عباد الرحمن في شهر رمضان إنما هم في ضيافة الله، وهذه ضيافة تشريعية، هذه ضيافة زمانية متعلقة بزمان خاص في شهر خاص. سيد الشهور وغرة الشهور في شهر رمضان المبارك، فيكون الإنسان في ضيافة الله سبحانه وتعالى. دعيتم إلى ضيافة الله بالرحمة والمغفرة والبركة، كما في حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ضيافة بالمعنى الخاص، وذلك في ليلة القدر يكتب صك الحاج والحاجة، جواز سفرك إنما يكون للمكة المكرمة، تكون ضيفا على الله سبحانه وتعالى. الحجاج ضيوف الرحمن، وهذه ضيافة زمانية ومكانية في أيام معلومات وأيام معدودات، تكون ضيفا عند الله سبحانه وتعالى. فعندئذ تستقبلك الملائكة عندما تحرم وتحرم على نفسك المحرمات، وتطوف حول البيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتصلي وتذبح وتقف في عرفات ومنى والمشعر الحرام. هذه المناسك، مناسك الحج كلها إنما هي وأنت في ضيافة الله بالمعنى الخاص. فيكتب صك الحاج بشرط أنه لا يحرق هذا الصك بالذنوب، لأنه عندنا ربما يحرم الحاج من حج بذنب أذنبه. فإذا لم يذنب وقد كتب في ليلة القادر، دعي إلى دعوة خاصة أن يكون من حجاج بيت الله الحرام. هذه ضيافة بالمعنى الخاص، والضيافة بالمعنى الأخص وهو القسم الرابع، وما أعظم هذه الضيافة الإلهية، وهي زيارة أولياء الله، زيارة الأنبياء في حياتهم وبعد مماتهم، زيارة الصديقين والأوصياء والشهداء والصالحين والصالحات. من يزورهم يكون في ضيافة الله وفدا على الله سبحانه وتعالى، كما عندنا في مفاتيح الجنان في أيام الأسبوع يوم السبت تزور رسول الله وتقول في زيارتك، راجع مفاتيح الجنان، تقول في زيارتك وهذا يوم السبت وأنا فيه ضيفك فأحسن ضيافتي، وأنا فيه جارك فأحسن إجارتي. وكذلك في يوم الأحد تزور أمير المؤمنين وتقول أنا ضيفك، وفي يوم الاثنين الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، وفي يوم الثلاثاء ثلاثة من الأئمة والأربعة أربعة، وأما يوم الخميس فتزور الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة وما أدراك ما الجمعة، تزور ولي الله الأعظم إمام زمانك صاحب الأمر وتقول له سيدي ومولاي هذا يوم الجمعة، يوم فرجنا وانتظارنا لك وأنا فيه ضيفك، هذا يوم الجمعة وأنا فيه ضيفك فأحسن ضيافتي. فمن زار مؤمنا، في الحديث الشريف عند السنة والشيعة هذا الحديث موجود عن رسول الله، من زار مؤمنا لله سبحانه وتعالى، لا للدنيا لا لأغراض شخصية وما شابه ذلك، بل لله سبحانه وتعالى قربة إلى الله، يزور أخاه المؤمن كأنما زار الله في عرشه. وكذلك ورد في زيارة سيد الشهداء، زيارة الإمام رضا، كل أئمتنا وكل الصالحين، من زارهم كأنما زار الله سبحانه وتعالى في عرشه، فيكون على المائدة الرحيمية فضلا على المائدة الرحمانية، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، وما تدري نفس ما أخفي لها من قرة أعين. هذا إنما يكون في الضيافة بالمعنى الأخص.
فنحن الآن في ضيافة بالمعنى العام، في ضيافة الله سبحانه وتعالى. في الخصال بإسناده عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أمة نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، هذه نظرة رحيمية، وانظر إلي في دعاء ندبة، في آخر دعاء ندبة، وانظر إلي نظرة رحيمة أستكمل بها الكرامة عنده، فهذه من النظرة الرحيمية. والحديث مفصل في هذا الباب عند العارفين، قال: أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، هذه النظرة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين والقريبة من المحسنين. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم، يعني الرائحة من فمهم، حين يمسون عند الله أطيب من ريح المسك، لأن الخلوف ملكوت وملك، ملك ربما يكون رائحة كريهة، ولكن ملكوت هذه الرائحة عند الملائكة عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة يستغفرون لهم في ليلهم ونهارهم، وكفاك أن الملائكة، ملائكة الله يستغفرون لك، يستغفرون لك أيتها الصائمة المؤمنة المحتسب لله سبحانه وتعالى. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استغفري وتزيني لعبادي. الله الله، الجنة دار السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة تتزين لاستقبالك. فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا، يعني تعب الدنيا وأذاها، وأن يصيروا إلى جنتي وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. هنيئا للصائمين والصائمات، طوبى لكم، غفر الله لنا ولكم. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم السعادة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الختام وخير ظل وريف، شهر الهدى فيه المعارف تحتفي، طاب اللقاء لكل أواب وافي، يا أجمل الأيام دوما شرفي.